الطلبة شكرا جميعا على حضور هذا العرس النضالي اللي قمت به النقابة المستقلة ممرضة وتقنية الصحة فرع بني ملال ردا على اتفاق المهزلة اللي وقعوه بعض النقابات المشبوهة مع الوزارة في تحدي صارخ لكل المطالب المعقولة والمنطقية ديال الممرض وعلى رأسها المطالب الست الانصاف تعاون اخصاب المهنية الهيئة المصنف استهلاك جميع الممرضين خريجين السويس معارضة نظام التعاقد في قطاع الصحة هاد المطالب اللي ما تطبق منهم حتى شي مطلب في المطالب اللي في الحوار اللي طرا واللي هم مجموعة أخرى ديال الفئات كنباركو لهم الحصول ديالهم على المطالب ديالهم المشروعة ولكن كنتبهر الوزارة التي كانت تظن أنها ستشتري السلم الاجتماعي عن طريق ذلك اتفاق المهزلة مع النقابات كنقولوا لها بأنه لا يوجد أي سلم اجتماعي في هذا القطاع ما لم يتطرق كل أي اتفاق للمطالب المستعجلة والمشروعة ديال الممرضين وعلى رأسها المطالب حاليا المطالب المادية لإنصاف التعويض عن أخطار المهنية لأن الميزانية ديال الحوار الاجتماعي أي حوار اجتماعي راه يكونوا فيه المطالب المادية هي ذات أولوية وعندها باش المطالب المعنوية المطالب المادية الممرض 25,000 ممرض ما استفدت حتى شي درهم في هذا الحوار لذلك كان لزاما علينا أن نقول لا والخروج للشارع عن طريق الوقفة الوطنية والإضراب الذي كان ناجحا والذي أربط حسابات الوزارة فقامت بالاقتطاع الجائر من أجورنا اقتطاع ديال 6 أيام وبعده اقتطاعات السبت والأحد واللي كنقولوا لها أنا في اقتطاع 6 أيام تطلعوا ماشي مشكل أنا ما عندناش مشكل أنا غنضحيو بالفلوس ديالنا باش نطلعوا المطالب المشروعة ديالنا ولكن اقتطاع السبت والأحد ستعقبه إن شاء الله دعوات في المحكمة الإدارية باش تسترجعوا المبالغ المقتطعة علينا ظلما وعدوانا لذلك الإخوان اللي خاصنا نعرفوه والأهم والمهم وهو أن خصكم تعرفوا بأن المسيرة طويلة من 2009 حنا كنغوطوا مع الوزارة للأسف الشديد 15 عام هذه ديال الغوات جبنا شي مكاسب وما جبناش مكاسب أخرى لذلك حنا غادي نبقاو مستمرين في المسيرة النضالية ديالنا وخاصنا نديروا النفس طويل وما نديروش الخطوات النضالية اللي ما يبقاش الإنسان يخرج للفيسبوك ويقول لها نوقفوا دابا ديالنا.